وحول السفر إلى خارج البلاد للعلاج، بيّن الوزير أنه يعد حقا شخصيا، ولا يوجد أي قرار وزاري يمنع سفر الراغبين بالعلاج على نفقاتهم الشخصية، مبينا أن الوزارة افتتحت بتكريت مركز أورام بأجهزة هي الأرقى على مستوى العراق، وستعمد إلى تعيين ملاك طبي متخصص من ذوي الخبرة لتقديم الاستشارات والعلاجات لجميع المراجعين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم. السفر خارج العراق حق شخصي، لا يمكن أن نصدر قرار ونمنع السفر خارج العراق لغرض العلاج إطلاقا، لكن من فضلك، بس من فضلك أوضح لك، نستعجل، لكن واجبنا أن نقدم الخدمات الصحية المتميزة والكفوءة. اليوم هذا مركز سرطاني متطور، هذا المركز لا ينقصه شيء، بجهاز هو الأحدث في العراق، كوادر موجودة، راح نعزز هذه الكوادر بكوادر أخرى، لكن إذا أحد المواطنين الله مفضل عليه وعجبه يطلع إلى دولة أوروبية، ما نقول له لا تعال، أنت لازم تتعالج في هذا المركز، واجبنا نقدم الخدمات، لكن حق السفر سواء كان العلاج أو لشيء آخر هو هذا حق مكفول للمواطن بموجب الدستور. أعرج أيضا عن النقطة المقابلة، واجبنا نوفر خدمات، وإحنا سائرين بتوفير الخدمات، وما هذا المركز إلا دليل على توفير خدمات جيدة.